مين اللي لقاها؟ مسعود. بس احنا اللي جبناها يعني. لقيتوها فين؟ لقيناها عند الكلاب اللي لون بيضه. ايوه بيضه، بس حاجه طريه خالص يعني، يعني زي البالونه منفوخه بس على شكل بيضه. مش كنت بالونه منفوخه عامله فيها بيضه؟ انت تعرفش ان الكلاب اللي لوبت بيض؟ لا والله. وتجيلها من جوه كمان. ما تعرفش؟ لا والله ما اعرفش. انا اول مره اعرف في كلاب كلاب بتوي اصلا. انت غبي؟ اما البيضه دي عندهم بتعمل ايه؟ وكمان ده لو بيضه حد رماها له ممكن تكون دي بيضه بومه، بيضه اي طائر يعني هيسيبوها مثلا. يعني البومه هتنزل تبيض في وسطيه؟ طائر ايه؟ طائر ايه اللي هينزل يبيض في وسط الكلاب؟ وهتكون بيضه بالشكل ده كده؟ الكلاب اللي له يا زياد في الشتاء بتولد وفي الصيف بتبيض. بجد والله؟ انت مش مصدق؟ خلاص. دي بقى ايه يا ازاي؟ طيب اداله فيديو يمكن يكون مش مصدق. يا عم اللي معنى بالراحه بس كل شيء فراخ باضت يا كابتن وطلعت فوق ولا حد حطها فوق ولا ايه؟ ما هي دي لو بيضه احنا لما هلوم او حد لما هلوم قول لي بس هيسيبوها. قول لي بس ايه وده بيضه عند الكلاب اللي لوم؟ كلش فرخه باضت مثلا لو حابه احطها فوق يعني كده. ايه وبعدين الفرخه بتبيض بالشكل ده كده؟ انت عامل كده ليه يا زياد؟ مهووم لسه. انت لسه مهووم؟ مصدوم يا كابتن. انت مش مصدق ان الكلاب اللي له بتبيض في الصيف وبتولد في الشتاء؟ مش معنى الكلام ان في كلاب جيرمان وفي كلاب بيت بول وفي كلاب روتو. شفت الخلفه اللي عندنا اليومين دول؟ اه. اول الصيف ما يخش الكلاب كلها مش هتولد، هيبقى في كلاب بتبيض وكلاب بتولد. انت تعرفش الكلام ده؟ بجد انت بتتكلم بجد؟ مش عارف في الصيف اللي فات كابتن من اوله كان الكلام ده مش جاي معايا سكه. ايوه. طب البيضه فيها حاجه من جوه؟ فيها كلب، فيها جاره. لا والله يعني الرمز اللي يرقدوا عليها ولا نعمل ايه؟ المفروض ان انت ما تشيلش البيضه من مكانها يا معلم. ليه بقى؟ مين اخر كلبه متجوزه؟ اخر كلبه متجوزه الثلاثه. ثلاثه متجوزين؟ طب هتطلع بقى بيضه مين دي؟ حدي فادي كرومز ابدي. استنى بس استنى، لو هو جدع يعرف بيضه مين. بيضه مين؟ بيضه مش مشه؟ لا شوف مين اللي كانت عليها السمرة؟ ما فيش غير يا مشمشة يا ليزا يا كيكي. ده السمرة اللي كان عندها برد دي. انت متأكد انك لقيت البيضة دي عند الكلاب اللي لوم؟ والله لقيت عند الكلاب اللي لوم. انت بتحلف بالله؟ وربنا لقيت عند الكلاب عند الكلاب اللي لوم. يبقى كده مشمشة مش هتولد السنة دي، ده هتبيض بس. مشمشة؟ طب مين اللي كانت راكدة عليها فوق؟ ما كانش في كلاب راكدة عليها، ساعة ما دخلت النار. طب كانت محطوطة مرمية على جنب ولا؟ كانت محطوطة على جنب ولا في النص؟ كانت محطوطة كده، لا مش على جنب، على جنب يعني، كانت محطوطة ناحية دي شوية. متطرفة. يعني عادي محطوطة في مكان عادي يعني. طب اسلام فين؟ اسلام؟ يا اسلام! ناديله. اسلام. ولا اسلام! اسلام! انت مش مصدق؟ خلي بالك مسعود هيعلم عليك. انت مش مصدق؟ ازاي والله؟ ما تعرفش؟ كلمت فيه انت ما تعرفش؟ انت بتتكلم بجد؟ استنى بس يا يوسف، انت بتتكلم بجد؟ ما تعرفش؟ لا والله لا اعرف، انا بقالي معاك داخل في سنه. هو كابتن و مفيش فرق. ما شفتش انا كلاب بتبيض يعني. ريحه كلاب اهي. شم. مش عايز اشم ريحه كلاب. لا والله شم بس. تعالى يا اسلام، الكلاب بتبيض يا اسلام. الكلاب اللي بتبيض يا اسلام. والله العظيم. انت مش مصدق؟ ولا زياد؟ انت مش مصدق ان الكلاب بتبيض؟ سنتين شغال اتفاجئ. خد يا اسلام تعالى. اربع سنين شغال اتفاجئ. انت تعرف انت تعرف ان في كلاب للو بتبيض؟ لا لسه ما اعرفش يا كابتن. ايه ده والله؟ هقول لك فين؟ لقيتها فين؟ والله لقيتها في البوكس. والله عندي في البوكس. حتى جبت الكاميرا هتلاقينا انا في وانا في البوكس كده لقيتها. جيت متفاجئ، جيت على تاني زاد وجيت متنفخ. يا عم هتلاقي فيها هتلاقي فيها جر. لا يا كابتن انت بقالك اربع سنين هنا في كلاب بتولد في الصيف بتبيض في الصيف. لا يا كابتن لا بس انا حضرت الصيف اللي فات عشان كمان بقول لكم في حاجه بتبيع. لا انت بتسالو يا كابتن برضه كنت في حاجه لو كان في كلاب بتبيع كان محمد اخويا قال لي برضه يعني عرفني في كلاب بتبيع. انت ما تعرفش ان في كلاب بتبيع اصلا بجد؟ انواع انواع كلاب من الكلاب اللي له بتبيع؟ انا عارف البيضه دي فيها بيضه يا كابتن. انت مش مصدق؟ انت مش مصدق؟ دي ميه يا اخي، دي فاكر عمرها ما تكون ميه. وريني. طيب استنى بقى اسلام نعرفك انا في حاجه. ده بيقول ايه؟ يمكن تكون بنت. بنت ايه؟ كركر. كركر منه يعني ولا ايه؟ طب ليه؟ طب
احنا فلو ان انت لقيت عند الكلاب اللي يا ربنا لقيت عند الكلاب اللي والمصحف ده لقيناه عند الكلاب اللي له والمصحف ده لقيناه عند الكلاب اللي له والله لقيت عند الكلاب اللي سنه وده هيطير اللي فاضل والله انا كمان هيطير يا جدعان هو انا طلعت نجيب بيض والكلام ده قدامكم يعني وده بيضه غريبه اصلا هنجيبها منين مش عارف دي بيضه دي مش عارف دي بالونه دي وريني بس كده ازاي مش مظبوط دي كوره يا كابتن دي بتكسر بتكسر وريني كده براعه براعه لا دي بتبدا في الارض بتطلعك تاني بيضه يا عم لا بيضه يا عم لا حاجه يا كده واقع في الارض اتكسرت وريني وريني يا توريني اهدى لا يا عم لا ما تشرجعش ما تشرجعش من نفسك ما تشرجعش من نفسك ده ما تشرجعش ازاي ازاي عفيدي دي روح والله يا شيخه بعيده والله يا شيخه بعيده حاسب اسلام حاسب يا اسلام انت اسلام ازاي حد شغال ده انا عايز اعرف ايه دي يا يا عم احنا طب هو لقاه في ايه انا لقيتها في البوكس بتاع في بس شفتها حلوه والله استنى سيبها له يوسف سيبها له افتحها اسلام كده ايه ده كده ده انا قبل افتح ايه دي حتى سنة نقول لك اللي فيها ايه افتح كاس لا انت حر بقى افتحها سلام خدها ازاي يا جدع انتوا مبسوطين تفتحوها ده كان جنبنا بصراحه افتح سلام ده خد انت افتح بقالك اربع سنين هنا هتعمل افتحها ما تخافش هتعمل افتحها والله ازاي الكلاب ده هتبيء ده على اخر الزمن الكلاب هتبيء يا عم انجز ها بس الواد موال معايا زياده اتصدم ليه يا ده انا وريني يا زياده خش زياده اظبط له بس لازم نعرف ايه انت حر ايه دي دول الوقت عايز نعرف ايه بس يا جدعان كده عند الجرجه بين هو زياد بيبص لكم كده ليه زياد مش مصدق ان الكلاب اللي له بتبيض في الصيف يا جماعه ده بصوا لا هم ساعات بيبيضوا عايزين الصراحه انا جايز بكون بيت الكلاب خلي بالك يا اسلام انت مش مصدق لما تيجي نتحقق استنى بس يا يوسف انت مش مصدق على فكره الكلاب بتبيض يعني يا كابتن يعني انت تعرفش ان في نوع من انواع الكلاب بيبيض في الصيف لا ما بيبيضوش الكلاب بتولد بس عمرك ما عرفت كده ايه يا زياد زياء عمرك ما حضرت الكلاب عندنا بتبيض؟ ها؟ انا اللي حضرت الكلاب اللي بتبيض يا كابتن وايه بيضها ما بتتكسرش يعني وقعت المسافه دي كلها ما اتكسرتش ازاي بقى انا عايز نعمل؟ ممكن نتلعب بيها كوره طب اضربها في الارض كده تاني ما اتكسرتش يا كابتن ما اتكسرتش برضه؟ ايوه حاسب يا عم والله والله حدفتها في الارض عرفت بقى ان عشان بيضه الكلاب بتبقى جامده بطاطا احدفها تاني كده يلعب على بلا سلاح حسب ما تتكسر على الارض ايه دي؟ ايه دي بقى وريني كده وريني كده فعلا يا عم كده لا لا وريني ايه ده ما بتتكسرش فعلا يمكن ما بتفتحش نجيب حاجه كده ونفتحوها عليها لا احنا نفتحوها بقى ونخرموها اه بس بحاجه مغصه يلا بينا يلا بينا بره بره كده على ال لا تعالى في الارض اوعى سلام لا لا افتح ما تقلقش يلا بينا تعالى هنا تعالى هنا خد يا اسلام انت بتجري لي يا اسلام هات بقى اي حاجه كده افتحوها تعالى يا زياد هتلاقي طالع من ناجي يا رب لا بلاش السكينه اللي بنقطعها بقى الاكل هات اي حاجه هات المقص ده ازاي ده حاجه اسلام طبعا انت مش مصدق ان البيضه دي بيضه كلب صح؟ انت ما صدقتنيش واستعنيت بكلام بس مفيش كلاب بتبيض يا كابتن انت استعنيت بكلام لا انا صح؟ الكلاب بتولد وانت استعنيت بكلام صح؟ انت استعنيت بكلام ايه بتقول لي ايوه استعنيت بكلامي صح؟ لا مش يعني يعني انت مش مصدق ان دي بيضه كلب لا مش مصدق مش مصدق؟ هو الكلام ما بتبيضش يا كابتن دي بتولد على طول انا مصدق يعني انت تعرفش ان الكلاب ما بتبيض في الصيف في كلاب بتبيض في الصيف اللي هي اللولو فرنساوي طب وانت ما تعرفش ان الكلاب الفرنساوي اللولو بتبيض في الصيف لا يا كابتن ما بيبيضوش متاكد ايوه متاكد طب لو سبت لك ان الكلاب اللولو الفرنساوي بتبيض في الصيف البيضة يا فراخ يا خلي بالك انت هتضحك عليك الناس على فكره ايوه هتضحك عليك الناس على فكره على اليوتيوب انا هسيح لك على اليوتيوب وانت متاكد ان الكلاب اللي لهم ما بتبيضش في الصيف طب السيف اللي فات ما بيبيضوش ليه طيب وانت متاكد ان الكلاب اللي لهم ما بتبيضش في الصيف والدك
ها؟ أه؟ ايوه متأكد؟ ايوه متأكد ما بيبيضوش؟ ايوه وانت متأكد؟ ايوه. طب ايه جاب البيضة دي في وسط الكلاب؟ هتلاقي حاجة نزلت مثلا ولا مش عارف. بعدين دي مش بيضة الطائر ديت لأن حاجة طرية أصلا، دي مش بيضة الطير أصلا. خرم كده. ايه دي كيكة دي ولا دي؟ طب طب احنا عندنا بيضة بيضة فعلا. طب احنا عندنا مين فرنساوي جو؟ بيضة. بص خدها بقى، استنى 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 هات هنوريلك بتتعمل ازاي. لا جدي بص بيضة بيضة يا كابتن بيضة، شيلها بقى هات الجاروف بقى شيلها عليه وده الكلاب الكبير. بيضة دي ده والله ما انا بنقول لك بيضة كلب اللي انت مش مصدق. ازاي يعني ازاي؟ ما هي بيضة ولا مش بيضة؟ طب ما عندنا من كلاب اللي فرنساوي. آه مش ماشي حلعين. ما هو هتلف كده اقسم بالله. يعني في طائر يقدر ينزل في وسط الكلاب يبيض؟ لا لا ياكلوه والله. طيب امال البيضه دي جت من ايه؟ في وسط الكلاب. هات الجاروف يا يوسف شيلها عليه وحطها للكلاب الكبير. هياكلوها وهتلاقي في كلاب كبيره هتبيض الشهرين دول. انت مش مصدق؟ انت كده صدقت؟ انت كده صدقت ان دي بيضه كلب؟ لا يا كابتن مش مصدق. برضه؟ بعد ما فتحنا البيضه مش مصدق برضه؟ دي بيضة حاجة واقعة مثلا او تضحك عليها يا ابراهيم، تضحك عليها يا ابراهيم. على البيضة؟ طب نقول لك ما يمكن تكون البيضة اللي كانت رايحة منك. ايوه هي هي جالك. هي يا كابتن ولا انا جيت؟ لا يا اخي اسكت. يلا يوسف اسحبها. ايه يا زياد صدقت ان هي بيضة كلب؟ برضه مش مصدق. صراحة الموضوع ما صدق. طيب صلي على النبي. تعالوا انتوا الاثنين وقفوا كده. وانا التاني؟ العمليه هتكبر معاكوا على فكره. انتوا الاثنين انت بتبص يا سامي. انت بتبص لنا كده ليه؟ انت بتبص لهم كده، انت موهوم ليه كده؟ مش عارف. انت عمال تفكر جت منين البيضه صح؟ ايوه صح؟ ايوه. طيب يعني دي لو ما كانتش بيضه كلب ايه هيخلي بيضه في وسط الكلاب؟ الراجل ده حلف يمين ان هو جابها من وسط الكلاب. والله وسط الكلاب لقيتها وسط الكلاب. طيب ايه جاب بيضه في وسط الكلاب اللي له؟ طاير معدي راح متوقع ولا حاجه. يا سلام. يعني في طاير هيبيض وهو طاير؟ مش عارف. طب انا نراهنك بقى ان زياد اللي عارف. ايه يا زياد؟ ايه جاب البيضه في وسط الكلاب اللي له؟ بص لي شو البصه دي. ممكن تكون بطه من البط اللي عندنا. البط بره. والبطه البط بره. ده والله هو نسر ولا بتاع اي حاجه. طب النسر بيت صغير. الموضوع هرب منك صح؟ اه هرب منك. يا ابني انت لقيتها فوق يا ابني بتاع بطنين. مستحيل يا ابني انا قدامك. انت لقيتها في التبن ولا لقيتها فوق البوكس نفسها؟ تبن ايه؟ تبن ايه؟ انا لميت التبن وانا بلم التبن لقيتها فيه. يعني كويس ان هو ما حطش تبن جديد تحت منه. تبن جديد يعني هو ما حطش تبن جديد. كنا هنقوله مثلا البيضه من بضه في التبن. مش قلت لك انا هنفرد التبن ونطلع معاك؟ انا لميت التبن وانا بلم التبن لقيتها وسطهم. جيت مكمل لم تبن وقعدت على طول. يمكن تجيب كلب ولا حاجه. كنت سيبها. يعني انت كده عارف ان هي بيضه كلبه؟ لا يا كابتن احنا قلنا نشوف. طب انت طالما اختراع كده كنا حطوها بقى تاني. انا اتفاجئت يا شيخ. يعني انت كده ما انتش عارف دي بيضه ايه وجت ازاي. انت بتبص لها دي ليه؟ انت عمال تهرش كده وتجرب في ايه؟ ما تتكلم اتكلم بس اتكلم عادي. مش عارف والله بيضه ايه دي. ما عرفتش بيضه ايه وجت ازاي. يعني وطريه كده شكلها ايه ده؟ وطريه ازاي؟ وفتحناها فعلا طلعت بيضه. كابتن ما بتتكسرش يا كابتن. ده احنا بنقف في الارض ما بتتكسرش. دي مش طيب. بيضه دي. انت عرفت دي بيضه ايه وجت ازاي؟ لا والله يا كابتن. مش عارف؟ لا مش بيضه الطائر. مش عارف؟ لا. وانت عرفت دي بيضه ايه وجت ازاي؟ دي مش بيضه الطائر لان الطائر بيضته عمرها ما هتبقى طريه من بره كده. الله ينور عليك. دي شكلها هي انت عرفت انت عرفت دي بيضه ايه وجت ازاي؟ ممكن تكون الكلاب اللي له بتبيض في الصيف وبتولد في الشتاء؟ لا يا راجل. طيب نروحوا لابراهيم يا جماعه عشان ابراهيم لو ما عرفش هيبقى ده سؤال حلقتنا فعلا. الحلقه دي قلبت سؤال كده بجد. ها هنسيب بقى الجمهور اللي يرد، المشتركين اللي يكتبوا الحل. صح يا ابراهيم. محترم والله. مسعود بينظف الكلاب اللي له لقى بيضه. ماشي تمام. وفعلا فتحناها دلوقتي بالمقص لقيناها بيضه فعلا. ماشي تمام. اسلام هي بيضه في الارض مرتين ثلاثه ما انكسرتش. تمام تمام. طيب ايه جاب البيضه دي في وسط الكلاب اللي له؟ ايه جاب القلعه عند البحر؟ ما تعرفش. ايه؟ عشان نقول لك طيره عمرها بعض ما تكون بتاع الطيره عاديه. ماشي.
يعني هو خلاص طائر معدي هيجي بايت في السماء وتيجي البيضه واقعه في وسط الكلام اللي له. البيضه سليمه مزنوقه ولا حاجه؟ المشكله انها هتبني قاعده سليمه يعني هتبقى سليمه. البيضه دي يا كابتن البيضه دي ايوه كانت في التبن هنا والمعلم هو باغوتي خطف التب. لا 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 هو ده التبن محطوط من زمان. لا ده هو بيغير التبن هو لسه ما حطلهمش تبن نضيف. هو لا جه قبل التبن النضيف وبعدين خد بالك مسعود مش هيكذب استحاله. ماشي 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 ما قلناش حاجه. انا بنلم التبن يا رب. بص يعني دي استنى يا عم استنى قلت ليهم مصممين ان انا جايبها في التبن. طب اصبر يعني دي الكلاب اللي له هي اللي بيضاء؟ ها؟ تعالى يا استاذ زياد كده. هو انا مش قلت لك استنى دي واحد هنفرد التبن اللي في البتاع دوت وهنطلع معاك عشان نوري البيضه للكابتن؟ ده اللي حصل ولا لا؟ كنت لسه ما فردتش التبن كان التبن بره. جيت انا نازل مفاضاه عطيته البيضه خليتها في ايده وجيت واخد جردل التبن ومفضيه. ثانيه بس انت مقتنع ان البيضه دي بتاعت كلاب لولو؟ اه ممكن عادي. ايه ليه؟ لان مفيش بيضه طيره ومفيش بيضه طيره تبقى جلدها طريه من بره يا حبيبي. يا في انت عمرك شفت بيضه طيره؟ ده انا اللي ما تحاولش تقنعني. انا هنقنعك بقول ما انا بنت برضه عند بتاع الغراب ما جبتش الاول يعني في بيضه طريه بتبقى طريه من بره. بس والله يا جماعه ما كانت في التبن بنحلف بالله. لا احنا مصدقين بس اقنعني ان الكلاب اللي لولو دي بتبيض. لا ما نعرفش انتوا مقتنعين انت ولا راجل شغال 4 سنين بقى. لو الكلاب دي بتبيض بقى انا 4 سنين ما شفتش الكلاب بتبيض. لو الكلاب دي بتبيض اسمعني بقى النهارده يومين دول ما اعرفش بقى انت اساله يا ابراهيم. طب يا جماعه ابراهيم احنا جينا وقفنا عنده وما ردش علينا. حل لي المشكله دي. انا قلت لك والله ما التبن الجديد اللي انا خدته منه عشان غير انت حطيتها للكلاب يا يوسف؟ اه وكلوها؟ لا حسوها في ثواني. طيب ايه دي يا ابراهيم؟ ده بيضة. بيضة ما انا عارف ان هي بيضة. ايه الغباء ده؟ ايوه ماشي. جت من ايه؟ جاية من فوق. من فوق من ايه؟ يعني طايرة معدية جت بيضة. يعني ما فيش حاجة الا كده. اه عندكش حل الا كده. كانت زمانها اتكسر. طبعا يا جماعه تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل جمهورنا الجميل واحلى مسا على كل الناس اللي متابعانا. والحلقه دي على فكره جت صدفه. انا بالفعل كنت قاعد في المكتب تمام ولقيت مسعود داخل عليا بيقول لي يا كابتن لقيت بيضه عند الكلاب اللي له. فزياد لسه بيفكر. مسعود دخل يقول لي في المكتب انا لقيت بيضه عند الكلاب اللي له. ثانيه واحده بس. مسعود دخل يقول لي في المكتب لقيت بيضه عند الكلاب اللي له. فلقيت زياد واقف يقول له الكلاب اللي له بتبيض ولا بتولد؟ جيت انا مشغل التصوير فقلت ننتهز فرصه الموضوع ده والفكره ديت ان احنا نصور حلقه وفي نفس الوقت نشوف الجمهور بتاعنا النهارده في ليالي رمضان نشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. وبعدين البيضه لو ركزت عليها حتى تلاقي ملزق عليها وساخه من بره من بتاعتك. ايوه ماشي بس البيضه دي المهم انا اختصر عليك. المهم هي ما كانتش في التبن اللي انا مدخله. طيب يا جماعه احنا على فكره الحلقه دي هيبقى لها جزء تاني تمام؟ جزء تاني لما نشوف الاول جمهورنا عشان جمهورنا المفروض ليه الحق ان هو يقول دي البيضه دي جت منين. بص يا جماعه الكلاب اللي له عندنا في بوكس علوي فوق البوكسات والبوكس ده مفتوح طبعا السقف بتاعه ومسعود طبعا هو عمره ما يكذب انا واثق في كلامه تمام بينظف عند الكلاب لقى البيضه ديت في وسط الكلاب. فاحنا عايزين تحت الصاج يعني لو طاق حاجه معديه كانت وقعت على الصاج من فوق. لا تحت الصاج من جوه. طب يبقى كده جوابك غلط يا ابراهيم. نزلت كده وراحت لفه وراحت يمكن تكون نزلت عادي والكلاب اللي له خدوها ركنوها على جنب. اه ممكن عادي. طبعا يا جماعه انا حاسس ان زياد اللي عارف. لا والله ما انا زياد حاضر مش عارف كده ليه مش عارف ليه انا حاسس ان انت ليك يد في البيضه دي. والله ما اعرف. اوعى زياد. والله ما انا هخش انتمي على الدكارين اللي جوه. طبعا يا جماعه احنا كده مستنيين رد الجمهور بتاعنا والمشتركين. والله العظيم والله العظيم الموضوع ده بجد يعني انا لقيتهم داخلين عليا في المكتب. مسعود طبعا محترم وما بيكذبش ودخل قال لي يا كابتن حصل كذا كذا وزياد داخل يتعجب وفعلا ممكن تكون الكلاب بتولد في الشتاء وبتبيض في الصيف. تحياتي لكم جميعا يا جماعه. هنسيب الحلقه ومش هنكمل ومش هنرد عليكم تاني وهنسيب الحلقه دي عشان لها جزء تاني. بس يا رب حد يكتب لنا الكومنت الصحيح البيضه دي دخلت في وسط الكلاب اللي له ازاي وهل فعلا مسعود بيكذب ولا صادق ولا كذاب وهل فعلا الكلاب اللي له زي ما زياد بيقول بتبيض في الشتاء وتولد في الصيف. وهل فعلا زي الاستاذ ابراهيم غباوه بيقول ان كان في طائر معدي من فوق وباض البيضه. وهل فعلا زي مش مقتنع يا كابتن. طبعا اسلام يعتبر اغبى الاغبياء في اللي واقفين كلهم لانه بيقول مش مقتنع وما هوش لاقي حل يرد بيه تمام حتى ما حاولش ان هو طب جت من ايه؟ دي غلطة مثلا فرخة مع الكلب مثلا ولا ديك مع الكلب. طيب تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركة. مستني منكم في الكومنتات تردوا علينا وتقولوا لنا
على الحلقة ديت ايه الموضوع. بس الكلام ده بجد يا جماعة. وكمان يا سلام بقى لو مهند الديفو يشوف الحلقة ديت ويرد علينا ويكتب لنا في الكومنتات البيضة دي زياد جابها منين وسعود جابها منين. طب تيجي نبصوا بقى بالمرة على البوكس بتاع الكلاب اللي له، علشان الناس برضو الناس اللي حابة تكتب الكومنت تكتب بكل ثقة وبكل صراحة. تمام، بصوا يا جماعة، طبعا البوكسات احنا عندنا البوكسات دور ارضي. تمام، ادي البوكس الخاص بالكلاب اللي له فوق. تمام، والسقف مفتوح وفي صاج ورا. تمام، فعلا مسعود لقاها قبل ما ينظف الارضيه بتاعتهم كده. بقى يا جماعه اسال مين اللي عملها. طبعا كده يا جماعه عايزين نعرف يا ترى البيضه ديت جت منين وجت ازاي. تمام، زياد طلع يبص تاني. لقيت بيضه تانيه. بس يلا طبعا تحياتي لكم جماعة وتحياتي لكل الناس المشتركة ومنورانا على قنوات مع اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وعايزين كومنتات من نار. عايزين طبعا اهم حاجة يا جماعة تقدير والاحترام، ومفيش مش عايزين يعني كلام مسيء، علشان الناس اللي متابعة معنا على القنوات بتاعتنا لازم يكون في تقدير واحترام في الكومنت. والله العظيم بجد على فكرة، وانا عارف البيضة دي جت ازاي. تمام، تضحك، انا عارف البيضة دي جت منين. كده لما انت عرفت انا عرفت بقى، لما انت قلت كده انا عرفت. طب عرفت ايه؟ دي لغيتها من هنا جوه ودانا. ايه؟ دي لغيتها من هنا ودانا. خدها من هنا فين؟ والله العظيم انا ما نعرف بالموضوع الا لما دخلوا عليا. والله انا اقسم بالله يا جدعان انتوا مش مصدقين. الراجل بيقسم بالله ابراهيم، انت في شهر مفترق. وعلى فكره مسعود محترم يعني، مش شمال يعني عشان ما تصدقوه. خدها من هنا الجوطه كده. انت عرفت كده، مطهي كده، انت مطهي جو. طب انا كده الوحيد يا جماعه عارف البيضه دي جت من ايه وعارف بتاعت ايه. تمام، طبعا نقول لكم في الاخر تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس واكتبوا لنا في الكومنتات البيضه دي جت منين.